تتطحن بشكل. على فكرة الطباخ اللي عندكم ده هايل. يا طباخ ايه؟ مين قالك ان احنا عندنا طباخ؟ مين اللي طبخ الاكل ده كله؟ شوف يا ستي، الاكل السوري بتطبخه حليمة، والاكل المصري بتطبخه فهيمة. تسلم ايديهم. شدي حيلك انت بقى، عايزك تغلبيهم. اه طبعا يا حاج، انا بكره هدوقك اكل عمرك في حياتك ما اكلته. خدي يا حبيبتي. تسلم ايدك، ما تاكل انت بقى، انت من الصبح قاعد تضغطني. مطرح ما يسري يمر يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك كلمتين كده تحطيهم حلقه في ودانك. استحملي الكام يوم اللي هتعيشيهم مع ريا وسكينه هنا. لو عملوا اي حاجه تضايقك ولا تزعلك عشان خاطري فوتي. يعني اي حركه من حركاتهم القرعه دي شغال الطناش، ولا كانك هنا. ما تخافش عليا يا حاج، ده انا هحطهم في عينيا الاثنين، هعملهم زي اخواتي بالظبط، وبكره تسمع وتشوف. لا اعملي معروف، ما تدلعيهمش، لا ياخدوا على كده بعدين. انت ناسي اللي عملوه فيكي؟ معلش بقى، ربنا يسامحهم كلكم. تعب بقى. نعم يا دعم. الاكل تعم تعم يعني. من هنا والشفا. شفتي يا حليمة؟ شفتي يا حليمة يخص اللي بيحصل؟ ده عمره ما ورد علينا. تلات ايام؟ تلات ايام ما يخرجوش من اوضتهم؟ ده ايه الافتراء ده؟ لك شو اللي عم يصير هذا؟ فمين هي فهيمة؟ العمى؟ ايه انا يوم الحج ما اتجوز لي، ايه ما صار هيك شيء؟ هو يا اختي كان يوم واحد بس يتقفل عليه الجناح هو والجديده، وتاني يوم ينزل يروح شغله. انما البلوه المسيحه اللي فوق دي اكيد اكيد سحرانه. شو هي كمان سحرانه يا فهيمة؟ اوه جرالك ايه؟ جرالك ايه يا حليمة؟ انت هتستهبلي عليا كل مره تساليني؟ ما تفهمي بقى، احسن والله العظيم اشيل السماعه من على ودي واسيبك تهاتي مع نفسي. لك تعي لقليك. شو رايك نفتح هدول الشناتي ونشوف شو فيهم؟ نفتح يا اختي الشناتي. شنات؟ اه يلا نفتح الشنات. يلا تعرف فيهم فيهم. وحدوه ايه يا عم؟ انت جاي تفعل التربه؟ انت جاي تبارك؟ خش بطعم الزغاريد بسرعه. مين هدول يا فهيمه؟ مين هدول يا حليمه؟ مين الحرمتين دول؟ احنا باين دخلنا بيت غلط ولا ايه؟ غلط ده يا ابو سريح. الا يا اختي يا اختي، لا مؤاخذه يعني، الا بلا قافيه، مش ده برضه بيت الحاج اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه يا بيت؟ اسمه الحاج فرج ياما. فرج؟ وشو بتكون من الزلمه؟ ايه شو دي يا اختي؟ هي ايه الولايه دي؟ انت فهمتي يا بنتي منها حاجه؟ ايوه هو ده بيت الحاج. انتوا بقى مين وعايزين ايه؟ هنقول لك احنا هانم، هنقول لك. استنوا بس، استهدوا بالله يا جماعه. مش ده برضه بيت الحاج فرج؟ ايوه ده بيته. انتوا بقى مين؟ احنا قرايبه يا الدلع عادي. شو قرايبينا؟ ومين قرايبينا تقبريني؟ يعني يا ولية انا كنت فهمت شو لما تقولي تقبريني؟ ده رايح ولياتي. الولية دي الله. اهدوا بقى اهدوا، ما تغلطوش فيهم بقى. لا يطلعوا بينهم كده يعني حريم الحاج فرج. حريم مين؟ موكوس جاتك ست النيلة. حريم الحاج فرج؟ امال اختك يا خايب بتعمل ايه هنا؟ ايوه الحاج فرج متجوز اتنين من الف ليله وليله، فهيمه وحليمه. يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، يا صلاه النبي، عقبال الرابعه. شو عملك يا ده الزلمه؟ عيب يا ست لما تقول عليا بزلومه. زلومه؟ قطع انسان اللي يقول كده. تعالي يا ولية. ده انا هخلي نهارك اسود. ده انا ابويا المعلم ابو سريع، اكبر طربي وحانوتي على سن ورمح. اشهد ان لا اله الا الله. انتوا اكيد اكيد غلطانين في العنوان. احنا هنا ما عندناش ميتين. يلا 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 من غير ما ترد، احنا مش ناقصينكم. ميتين ايه وحيين ايه يا ولية؟ الله، قلنا لك احنا نسايب الحج وجايين يا حبيبتي نشرفه. نسايبه؟ في ايه يا مسعود؟ في ناس تحت عايزين حضرتك. ما قلتليش مين؟ بيقولوا قرايب حضرتك اتنين رجاله واتنين ستات وفيهم واحد اسمه خليل.
في تحت شنطه مكتوب عليها رقم 6، اديها لهم. حاضر. حاطين من ايدينا واحد. الله اكبر، الشنطه حاطين يا جماعه. واحد يا مدامك، يا مدامك. الله 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 الله. ايوه حبيبتي، والنبي وحشاني قوي قوي. ها معلش، انا قلت بقى اسيبك كام يوم كده ترتاحي من السفر. ايوه. ها ايه تقولي؟ ايه ايه مسرعين ليه دول عليكي؟ جايين ليه دلوقتي؟ اسمعيني بقى ما اقولك. لا ما تديهمش وش. الجماعة انا سايبة اخوكي دولة، انا عارفاهم كويس. دول وشهم مكشوف والطمع بيجري في دمهم. هكون باكل ايه؟ اهو بتتقضى. تلقيك انت بقى غرقانه في المشمر والمحمر وناس يمك. ايه والنبي؟ ايوه يا اختي ابعتيلي، ابعتي انا واقعه من الجوع. خلاص حجيلك، بس ابعتي الاكل الاول. ازيك يما؟ ازيك وحشتيني. على مالك يا وحشتيني. على مالك. ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. أهلا. والله العظيم الدنيا من غيرك ما تسوى. يا سلام، وانتوا وحشتوني قوي قوي. الله 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 الله. أهلا وسهلا. طب خلوني شوية أنا كمان. ألف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك يا ست الكل. السنة الجاية بإذن الله هاخدك تحج معانا إن شاء الله. بإذن الله. يا رب يا رب ما تحرم منك أبدا. هاي أما لما الحاج؟ لا لا مؤاخذة، معلش يا اختي. اهلا انت وهي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتي والله. اهلا، ازيك يا امو زهرة؟ اخس عليكم، مش تيجوا تسلموا عليها؟ مش هي برضه زي امكم؟ بعيد عنك، الذوق ما عداش عليهم. انا كنت فاكراكم زي اخواتي. والله ما يستاهلوا. تعالي تعالي انت وهي، بصوا راس حماتي، اطلبوا منها تسامحكم. لا ابدا يا حاج، انا مش عايزه حد يبوس دماغي. المسامح كريم، انا كلها شويه وحمشي. يا سلام على الاخلاق، شايفين الذوق؟ يلا يلا انت وهي نجروا على فوق، وانتوا واقفين زهريه وسكينه كده. لا 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 يا حاج، حرام عليك، خليهم قاعدين معانا عشان كمان كلنا هنتغدى سوا. انتوا لسه شفتي مني حاجه؟ ده انتوا عيكم معايا غبره. سامعه يا حاج بتقول ايه علينا؟ ايه بتقول كل خير؟ قلت لهم يقعدوا يتغدوا معانا. شايفين قلبها طيب وصافي مش زيكم. ما تتحركوا تعملوا حاجه وانتوا واقفين زي قلتكم كده. روحوا حضروا لنا الغدا. انا قلت حاجه غلط؟ هم زعلوا مني ولا ايه؟ يا سلام على طيبه قلبك يا زهره. الله، ريحه الاكل تجنن. انت عارفه ان انا بحب اكلك قوي، هتبقي تعلميني؟ ما تحمليش هم، انا هعلمك. انت عارفه انا بحب ريحه اكلك قوي، انت هتبقي تعلميني يعني؟ هاي هعملك. انتوا تعبتوا قوي. بصي بقى، روحي انت جهزي السفره وانا هجيب لكم الاكل لحد هناك. شوفي بقى يا حماتي، انت هتيجي تقعدي معانا هنا وتنورينا؟ ابدا يا حاج، ما اقعدش هنا ابدا. اجي ارمي نفسي في النار؟ لا، انا ما سيبش بيتي ابدا. وبعدين انت شايف نسوانك هنا، دول مش طايقين لبنت كلمه. كلام ايه ده يا حماتي؟ انت حد يقدر يدوسلك على طرف؟ انت هنا ست البيت، ولما تيجي تقعدي معانا هتبقي في حمايه، هشيلك على راسي من فوق. ربنا يخليك. معلش يا حاج، معلش. والنبي اعفيني من الطلب ده. طب يا حماتي، تحب احجز لك في انهي لوكاندا لحد الفيلا ما تخلص؟ لوكاندا ايه بس اللي تحجز لي فيها؟ انا مش هسيب بيتي ابدا. يلا يا حاج، يلا يما،
السفرة جاهزة. سفرة تشرف. تشرف جدا. يلا حماتي اتفضلي على السفرة. يلا يما تعالي كل. اتفضلي يا حماتي. مش عايزة اقول لك بقى أكلة حليمة وفهيمة ايه. بسم الله ما شاء الله. تعالي يا معود. تعالي. ما تقعدوا انتوا واقفين ليه؟ يلا يا حليمة يلا يا فهيم. اقعدوا اقعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي يما حطي كده على رجليكي. ألف هنا وشفا. خدي يا حبيبتي. بسم الله. حطي لك ايه كمان؟ حطي لك رز. هاتي رز كده وبطاطس. خدي يا حبيبتي خدي ألف هنا وشفا. مطرح ما يسر يمر يا ربي يا الله. كفايه كفايه يا اختي. ألف هنا وشفا. اللهم صل على النبي. شكل الأكل وريحته تجيب النفس. بالهنا والشفا. خدي يا أم حطي الكبدة. أيوه. أعرف لك يا حاج انا عارفه انك انت بتحب الملوخيه. يا ساتر يا رب الاكل كله شطه. يا ولادي يخرب بيوكو يخرب بيوكو. دي مش ملوخيه دي شطه بالملوخيه. والله يا حاج ما حطينا حاجه زي دي في الاكل. انت حطيتي يا حليمه؟ والله انا ما حطيتش. امال مين يعني اللي حط؟ ما انتوا الاثنين اللي طبخين. اتفضلوا بقى دوقوا بقيه الاكل. نار في بقى يا حاج. تقدروا بقى تفهموني اشمعنى النهارده بالذات عشان امي جايه انتوا الاثنين عملتوا الحركات دي؟ عاجبك كده يا حاج؟ معلش يا حبيبتي انا هقوم اكمل اكلي في بيتي على راي المثل من خرج من داره تقل مقداره. اقص عليك والله يكسفكوا. معلش يا حماتي حقك عليا. يلا بينا يلا بينا زهره نقوم نتغدى بره. يلا بينا يا حاج. اما انتوا الاثنين بقى بجد ربنا يسامحكم انا حتى قلت ان انتوا هتطولوا رقبتي قدام امي. يلا بينا يا حاج. يلا يما. معلش حسابكم بعدين. اقعدوا بقى كله اللي انتوا طبختوه. بلاها الله يخليك. بلاها بقك. بلاها بلاها. ارتاحي. كله بقى كله اللي انتوا طبختوه تهنوا بيه. قولي هي يخرب بيتها شو ملعونه. هما لسه شافوا مني حاجة؟ أنا هطلع عينيهم. أنتي فاكرة إن هما اللي حطوا الشطة في الأكل؟ لا أنا اللي حطيتها بس كنت خايفة عليكي قوي ياما. لا أنا هبعد أجيب من عند الحاتي أكل لي أنا والحاج. طبعا هعمل حسابك وبعتهولك على البيت. لا سيبيني أنا هعملك تشكيلة كويسة قوي والحلو طبعا يا عينيا. إيه رأيك في أم علي؟ هي دي اللي هتبعتي معاها الاكل؟ طب يا اختي زي بعض. معلش. لا والنبي انا عايزه بسبوسه وكنافه على راي المثل اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. اسمعي لو عندك فاكهه ابعتي. حلوه قوي كده. طب يا اختي يا رب ما تحرم منك ابدا يا رب. سلميلي على الحاج. كل ده اكل مش كويس ده عشان الكوليسترول. يا ساتر يا ساتر على عينك الوحشه. ايه ده انت يا واد مش جيت عشان تطمن عليا؟ خلاص اتفضل اتطرق من هنا بقى. يلا اتطرق بعد اللي سمعته ده كله. انا اتطرق قال إيه.